بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ الاخبار في الفترة الأخيرة دي طبعا واجهتنا مشاكل كتير قوي بعد تحديثات الفيسبوك، ان احنا ما عدناش بنقدر نعمل اكاونت الا وبيتقفل. طيب النهاردة ان شاء الله بنتكلم عن برنامجين جمال جدا نقدر احنا من خلالهم نكريت اكاونتات على كذا موقع، يعتبر معظم المواقع المتاحة، امازون، AOL، الابل اي دي، ديلي موشن. احنا طبعا بيهمنا بقى موقع مثلا زي جيميل، انستجرام، لينكد ان، في طبعا مواقع كتير او زي mail.com، ميل اريو، اوتلوك، بنترست، تمام، والفيس، وساوند كلاود، مواقع كتير جدا، وريديت، ياهو، ياندكس. برنامج جميل جدا جدا جدا. طبعا البرنامج ده بيتباع بفلوس وتكلفته غالية، ان شاء الله نرفع لكم البرنامج ده فور فري. الفول فيرشن بيقول لك ب1198 دولار، الديلوكس 659 دولار. ولو انت عايز حاجة لوحدها مثلا زي انستجرام او جيميل او يوتيوب او تويتر، لينكد ان، كل حاجة لها سعرها. اعلى حاجة 104 دولار. ان شاء الله نوفر لكم البرنامج ده مجانا، ارفع لكم اللينك. اللي عاوز بس يبعت لي ايميل عشان مش هينفع احطه في الديسكريبشن عشان ايه ما يبقاش حقوق ملكية وكده. بسم الله، هنشرح النهاردة ازاي طريقة ان انت تعمل اكونتات على الجيميل. طيب عشان احنا نشتغل على البرنامج ده في موقعين احنا لازم نستخدمهم عشان نقدر نوفر ارقام تليفونات. اول موقع اسمه SMSBVA، او الموقع التاني getsmscode.com. بتسجل عليه ساين اب، تمام، من هنا ومن هنا بتشتري او بتشحن مبلغ رصيد معين بحيث ان انت تشتري بيه ارقام. كل بلد من هنا وكل موقع ليه سعر. لو ضغطنا على ساوث افريكا AOL 5 سنت، ايرلاين نص دولار كده مثلا، يعني لو اليونايتد ستيت اغلى حاجه الجيميل تقريبا بدولار ونص في كل موقع، وسعر رقم التليفون لو اجره لك مثلا انت تفعل بيه امازون بربع دولار تقريبا، تمام، في كل المواقع هنا، واسعار ونتفليكس بنص دولار. هتسجل على اي موقع من دول وتشحن، تقدر انت تفعل اكونتات كتير جدا باستخدام البرنامج ده، تمام. لو شفنا البرنامج بقى بعد ما فتحناه، In this video I will show you how to create multiple Gmail accounts with PVA creator. هنختار جيميل ونعمل اد كامبين من علامة البلس او الزائد. هنكتب اسم الكامبين بتاعتنا، اي اسم. طيب طبعا البروكسي دي حاجة مهمة جدا، لازم نجيب قائمة بروكسي ونحطها عشان نقدر نظهر باكتر من بلد بحيث ان ما يحصلش مشكله معانا في التسجيل. بعد ما حطينا البروكسي بنعمل سيف. تيبل بروكسي، بنعمل هنا امبورت للفايل بتاع البروكسي. طيب تيبل يوزر نيم، هنا بنعمل حسب عدد الايميلات اللي احنا عايزين نكريتها، ولا مثلا 15 ايميل مثلا، بنحط 15 يوزر نيم للايميلات اللي هتعمل دي. تيبل اوف انفو، بنعمل هنا ملف جاهز وممكن ندخل البيانات بتاعته زي مثلا الباسورد، فيرست نيم، لاست نيم، المانث، الدي، اللي هو البيانات اللي بتطلب في الايميل العادي. ممكن نجهز ملف اكسل ونعمل امبورت، او نحن ندخل بيانات يدوي as you like. فون سيرفيس، احنا عندنا الموقعين زي ما اتكلمنا فيهم، الاس ام اس بي في اي او جيت اس ام اس كود. احنا طبعا هنشرح على جيت اس ام اس كود، فهو رقم 2، هنكتب رقم 2 ونعمل اد
هندخل على اليوزر نيم وهنفتح الموقع اللي احنا مسجلين فيه طبعا. هنعمل ساين ان اللي هو الدخول. ناخد اليوزر نيم بتاعنا اللي هو الايميل، ناخده كوبي ونحطه في الموقع، قصدي في البرنامج، ونعمل اد. كده دخلنا اليوزر نيم. التوكن بنفتح الموقع بتاع الاس ام اس ونضغط على كلمة شو توكن وناخد الكود اللي ادونا نعمله اد. فون كونتري تمام، هو افضل حاجة ماليزيا، فاحنا بنختار ماليزيا اللي هي التانى رقم في الجيت اس ام اس رقم 2، نضغط 2 ونعمل اد. تمام، هنا البوب والاي ماب بنضغط رقم 1 الفون. بعد ما خلصنا بنضغط سيف، بنضغط على اكونت. كده كل الداتا كاملة معانا في التيبل. هنعمل ايه؟ نضغط على ستارت. تمام، اوكي، اوتوماتيك البرنامج بيبدا يشتغل هنا ويكريت اكونتات. بيفتح هنا المتصفح ويبدا يعمل اكونتات واحد ورا التاني لحد ما في الاخر بيخلص ويقول لك دان. تقدر تجهز الملف ده طبعا من مواقع كتير زي اللي هو الفيك ادرس، اي تاخد بقى بعض البيانات مثلا اللي هو الاسم الاول الاسم الثاني تاريخ الميلاد العنوان، اللي هي البيانات الكامله اللي هتطلب منك. بتجهز البيانات حسب عدد الايميلات اللي انت عاوز تعملها وتسيب البرنامج يشتغل مع نفسه، بيوفر عليك وقت ومجهود وتعب. اوتوماتيك بيجيب رقم التليفون هنا من على الموقع وبياخد الاس ام اس اللي بتوصل له ويعمل فيريفيكيشن لوحده. لو عندك ريكفري ميل يفضل طبعا تكتبه. بيقوم بالخطوات واحدة واحدة وبيمشي خطوة خطوة كأن إنسان بيسجل، بحيث إن ما يحصلش أي مشكلة في جوجل ويفتكر إن هو روبوت. لودنج جيميل ده أول إيميل اتكريت، ألف مبروك، ده أول إيميل. حسب بقى الدول أنت عايز تعملها، مثلا يو إس إيه، بريطانيا، كل حاجة ولا تمن. كده الإيميل اتكريت. في برنامج برضه هرفعه بس انا عشان اضرب الشرح. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، ومنتظرين بقى تشتملوا اشتراك ولايك للفيديو. مع السلامه.